السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله والحباب، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. معاكم لطفي. اليوم رانا لو 24 جونفي 2024، والعنوان تاع الفيديو هذه يا خوتي: الجزائر لم تخسر. الفريق الوطني للأسف تاع كرة القدم خسر، لكن الجزائر لم تخسر. نشوف الناس تبكي والناس كأنها كاتاستروف كبيرة صارت. نعم، ناس تحب كرة القدم وتحب هذه اللعبة، لكن هذا لا يعني ولا يمس أبدا في شرف وقيمة الجزائر يا خوتي. فو باك نخلطوا. نعم، هي لعبة محبوبة، لعبة شعبية، الناس تحب البالون وكذا وحماس كبير كذا، لكن الجزائر يا خوتي ما تحسش خلاص انه تقسنا في اي شيء. يعني لعبة كما البارح ربحنا يعني في كرة اليد كل الفرق في مصر وتأهلنا الى كأس العالم. البارح خسرنا في الفوت، حاجة عادي صبري، ناس تحبها، ولكن سي با يعني قامت الساعة خوتي. لا، الجزائر يعني الحمد لله مواقفها تفتخر بهم. هذا كون رسمي، كاين امور جديه وكاين امور تعطر فيه كيما البالون والكره، ماهيش امور تمثل شرف البلاد ولا تتقاس بها شرف البلاد ابدا. هذه لعبه فيها الربح وفيها الخاسر، سي ان جو يا خوتي، هي لعبه. كاينه امور جديه هي اللي تقيس صح الشرف، والحمد لله الجزائر في هذيك الامور جامي خسرت. البارح بركه يا خوتي كي كنتوا تفرجوا في الماتش في نيويورك، الجزائر كانت تخبط الطابله في هيئه الامم، وكان وزير الخارجية قاعد يندد مرة أخرى ويطالب بوقف إطلاق النار على خوتنا اللي قاعدين يموتوا بالألاف. رانا نحكيو على موت ونحكيو على موقف جزائر اللي ساند هذا القضية الفلسطينية وضد هذا الظلم تاع القمع والقتل. تقارنها انت بلعبة تاع بالون، لعبة تاع بالون تما كورة، قادر تربح قادر تخسر. يعني سي با المواقف الجدية. الحمد لله البارح الجزائر يعني سيت اون فيكتوار، ولو انها رمزية اي في الشهر الاول، وما زالت هي بقوة وشراسة الدافع على القضية الفلسطينية. بون، الامريكان كالعادة استعملت حق الفيتو وزات يعني خيبة امل كبيرة، لانها استعملت يعني الفيتو تاعها وفوتيت لا سول ضد وقف اطلاق النار، لكن ما استسلمتش. وهذا هو الشرف تاع هذه الدول اللي دافع على القضية يعني الحقيقية، الشرف اللي تشرف. اما الفوت، نعم خسرنا كرة قدم، لعبة ترفيه ديفيرتيسمون يا خوتي. ما كان له تغضب وتبكي وحالة، الناس يتموت يا اخي الكريم، الناس يتموت بالالاف، ومش نحكي لك على اكسيدون تاع طوموبيل، نحكي لك على ناس تموت باللي بومب. الانسان البارح شفناه مسكين في الكوزينة، بنته تفلقت رجلها، قصها بلا انستيزي مسكين بالموس، قص لها في يدها طفلة صغيرة. الناس راهي في حالة تسمى الدموع، هذوك خليهم للقضايا المهمة، وخيبة الأمل هذيك خلاها للقضايا المهمة. هذه لعبة هاك عم بالك في التاريخ، ربما كان لي جون صغار عبر التاريخ ديزيكيب ربحوا داو لاكوب، وديزيكيب خسروا، وديزيكيب طلعوا هبطوا. هذه صافي بارتي دو الدنيا يا خاوتي. أو دوك يفوت الوقت وتعاود تجي كيب وجي تورنوا جديد وتنسى. يا ما عداو علينا دي تورنوا في كأس إفريقيا، في ما نعرفش كأس العالم، في دي تورنوا حسب سي با لا فان دو موند. صدقني لا فان دو موند يا خوتي، كيما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات فقد قامت قيامته. راهو كاين اكثر من 23 الف واحد صاي قامت ساعته مسكين ومات واستشهد. هذيك صح يعني، لانه وصلنا عصر وعدنا ما نعرفوش لا فالور دي شوز، عدنا نبكيو على لعبه والامور الجاده ما يعني تعدي اون سكوند دوغري اون سكوند بوزيسيون، استغفر الله يا ربي. وهي في العكس نورمال كان امور جاده ومهمه، هذيك صح قلبك يتقطع وتحزن عليها وتفرح لما تشوف بلادك يعني متشرفه وتدافع على القضايا. وبعدك كان امور ثانويه كيما الفوت كيما الهوند كيما خطره تربح من خطره تخسر من. واحد ما يجي يا اخي يقلقك ولا يشكك في الجزائر. الجزائر لم تخسر والحمد لله لم تخسر باذن الله، لان مواقفها باينه في الامور الجديه. اما سيفري في كرة القدم بالك حتى في الشطرنج ولا في كرة الطاولة بالك خسرنا، لكن تعتبر يعني ترفيه، سي دو ديفيرتيسمون، العاب برك، كان اللي عندها شعبية وكان اللي اقل. المهم في الامور الجادة الجزائر لم تخسر يا اخي، وهذا الشيء اللي تحكمه. ونواصلوا ان شاء الله غدوة مع الاحداث يعني على القضية الفلسطينية. وللاسف الشديد نعم خسرنا كرة القدم، ونعترفوا يعني ونشكروا بالماضي. انا شخصيا مهما يعني دار ومهما غلط ومهما كذا يعني كانت عنده مسيرة واجتهد على قدر الامكان، ما ننكروش، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. دونك حنا نشكروا لي جوار على المجهود ودافعوا، لكن هذه كرة القدم فيها الربح فيها الخاسر فيها دي بونجور دي موفيجور. ربي يحفظكم يا خالتي، ديما حفظوها وفهموها مليح. خسر الفريق لكن الجزائر الحمد لله لم تخسر.